الأصدقاء الأعزاء، الصديقات العزيزات في كل مكان، مرحبا في هذه الحلقة من فنجان قهوة مع هوشانغ. راح أحاول أتناول شأن سياسي سوري، يعني العاصمة الألمانية برلين كانت مسرحا له، هو اللقاء الديمقراطي السوري اللي تحول إلى التحالف الديمقراطي السوري. بعض الآراء، بعض التفاصيل، بعض الملاحظات والانتقادات راح تشوفوها في هاي القاعدة، في هاي البرهة الزمنية. لكن قبل البدء في الحديث حول الأمر، حضروا فناجين القهوة فلنبدأ حديثنا. أولا، هذا الفيديو وما فيه من كلام وملاحظات وانتقادات، يعني هي عبارة عن آراء، رأي يقبل الخطأ والصواب، يعني يؤخذ به ويرد عليه، ليس هجوماً، ليس هجوما على اللقاء الديمقراطي أبدا، ليكن الأمر واضحا جليا تماما. اللقاء الديمقراطي السوري طبعا تعرض لكم مهول من الهجوم والتحريف والتجشويه من الداخل ومن الخارج، لكن الجميل في الأمر أنه استمر، يعني في المضي نحو الهدف اللي حدد لنفسه، وهو أن يتحول يعني إلى كيان أو مظلة تجمع مجموعة كيانات سياسية ومدنية وشخصيات مستقلة. بالمحصلة، يعني الانتقادات التي وجهت لهذا الكيان وهو في طور الولادة، يعني كانت في جلها مجحفة وظالمة، ويعني الهدف منها التشويه والتشكيك والطعن والإجهاض قبل الولادة. لكن ستستمر هذه حملات الاستهداف هاي. أتمنى أن لا يفسر هذا الكلام كما ذكرت على أنه في هجوم على اللقاء أبدا، يعني أنا أصلا كنت من المساهمين في الحوارات الأولى، يعني حول آليات وتلاقي السوريين والاتفاق، وعلى موقف عام، على موقف وطني، التأسيس لموقف وطني، وطنية سورية بالمعنى المأمول والمنشود والمتداول، غير محقق حتى الآن في التاريخ السوري، غير محقق. الحق أنا سبق وحكيت في هذا الموضوع، الحقبة الوطنية فترة الخمسينات التي نعتد بها هي أيضا فيها ما فيها من قصور شديد فيما يتعلق بالوضع، الحالة الوطنية، تلك الحالة الوطنية البائسة في فترة الخمسينات، لماذا نعتد بها؟ لأنها يعني أفضل من حقبة البعث، على عللها حقبة الخمسينات الحقبة الوطنية، يعني نستشهد بها ونميل إليها ونؤسس عليها، لأنه ما بعد تلك الحقبة من دولة الوحدة بين سوريا ومصر، ثم يعني الانقلاب والانفصال اللي مهد لمجيء البعث، وحتى هذه اللحظة سوريا تعيش كل هذا البؤس السياسي والثقافي والإداري، ولم يصل إلى تلك الحصيلة. ويعني سوريا اللي مرت بحربين، يعني حرب 67 وحرب 73، وبحروب داخلية في الثمانينات، والحرب الحالية الموجودة، يعني التمزقات الأهلية الموجودة بعد 2011، أيضا جرى حديث غزير عن الوطنية السورية وكلنا سوريين، لكن ما في شيء على الأرض
يعتد به. يعني نحن الآن نشير إلى حقبة الخمسينات، لأنه كان في بعض الممارسات فيما يتعلق بالحياة البرلمانية بالصحافة. الآن ما في شيء بهذا الواقع يعني يعتد به كمراس وخبرة وتجربة وتراكم على الصعيد الوطني في هذا الأمر. اللقاء الديمقراطي السوري كان يعني خطوة في هذا الاتجاه، خطوة في مسألة التأسيس، والحوارات التمهيدية لهذا اللقاء أنا كنت جزء من المشاركين فيها، ويعني الاتفاق على نقاط وكذا وتبادل الآراء والأفكار في هذا الخصوص، سواء عبر الزوم أو عبر المراسلات، كل هذه القصص. يعني فيما بعد تطور الأمر إلى يعني فكرة التحول إلى كيان سياسي. طبعا لأنه أنا انخرطت في الحوارات الأساسية أو المبدئية أو الأولية أو التمهيدية، من غير المعقول أنه أن أتراجع عندما أتحول الأمر إلى موضوع كيان سياسي، لأنه أنا عم بحكي عن الواقع العملي. أنا عندما أنتقد الجانب الوطني أنه في قصور لأنه ما في ممارسة عملية، فإذا كان هنالك خطوة باتجاه الممارسة العملية لتأسيس لوطنية سورية، طبعا ينبغي أن أتجه للمساهمة في هذا الخصوص، لأنه أنا عم أشكو عن فراغ فيما يتعلق بالموضوع الوطني على الصعيد السوري. الشركاء الآخرين يتحدثون كثيرا عن الوطنية السورية ويزايدون أيضا، لكن إذا بتجي بتسأل عن الرصيد الوطني فيما يتعلق بالخبرات ما في شيء يعتد به بهذا الخصوص. الكلام هو الذهنية، يعني مع بعض التعديلات الطفيفة. يعني مسألة يعني الكل يتحدث عن التغيير، المجلس السوري للتغيير، يعني الكل هاجسه التغيير، لكن هو نفسه على الصعيد الشخصي لا يتغير. يعني كل الأمور يعني تدور في حلقة التنظير والكلام يعني والأخذ والعطاء والأمور النظرية، لكن الواقع العملي كل واحد لما بيجي بيحكي عن الوطنية بيحكي حلو كتير، بيحكي عن الديمقراطية بيحكي بشكل ممتاز، لكن في الواقع لما بتجي الأمور على الواقع العملي والتطبيقات العملية لمقتضيات وإملاءات الحالة الوطنية الديمقراطية، الكل يعني يرتد إلى خيمته، إلى بيئته، إلى قبيلته، إلى ما هو موجود تحت الجلد. يعني هاي الطبقة من التنظيرات عن الوطنية تزول، وكأنه ما في شيء يعني صميمي وحقيقي في هذا الخصوص. فهل اللقاء الوطني الديمقراطي عندما حدد موعد لعقد المؤتمر 2021 في العاصمة برلين، وأنا وافقت يعني بدون تردد وافقت، ويعني ثبت رقم عضوي ضمن آليات التأسيس لهذا الكيان السياسي على غرف الواتساب، ودخلت في حوارات، يعني في حوارات عنيدة، وفي حوارات يعني كنت أحاول أن أحاجج الشركاء والأصدقاء الموجودين في ضرورة التبرؤ من الذهنية البعثية التي تسربت إلى تفاصيل التفاصيل في الواقع السوري، كرديا وعربيا وتركمانيا وسريانيا. يعني نحن لسنا بعثيين، لكن لا يمكننا أن نعلن البراءة التامة
من البعث، لأنه التطبيقات العملية في واقعنا السياسي تشير أنه ما زال هنالك موروث بعثي في سلوكنا، في ذهنيتنا، يعني في تعاملنا مع المختلف، مع الشريك الوطني، سواء كان سرياني أو تركماني أو كردي أو شركسي أو أرمني أو أي تفاصيل. فجل تركيزي في الحوارات هو يعني أنه سوريا دولة متعددة الأعراق والقوميات والأجناس والأديان والطوائف، لا يمكن أن تحكم إلا بنظام علماني، هذا أولا، ونظام ديمقراطي هذا ثانيا. والديمقراطية والوطنية يعني ستبقى، الديمقراطية والعلمانية ستبقى أدوات إذا لم تكن تستند على أرضية صلبة من الحصانة الوطنية، الحصانة الوطنية اللي تحاول أن تخلق مناعة من للديمقراطية أنه ما تصير وسيلة في أيدي جهة أو طائفة أو قومية أو حزب أو كذا، يحاول بشكل ديمقراطي بآليات ديمقراطية يهندس الدولة وفق مقتضياته ونظريته وتصوره للديمقراطية وللوطنية ولكل التفاصيل. فيعني لقيت كثير من الردود الأفعال المتشنجة والقومية والغير المطلعة، يعني واحد يجي يستشهد بالواقع التركي، ما هو مطلع على الواقع التركي، جاي يناقش كاتب مختص في الشأن التركي، فلما أناقشه بهذا الخصوص بيعتبر أنه موضوع أستاذي وموضوع كذا، لا، الموضوع أنه هو بيفوت بموضوع أنا شوي شاطر فيه، يعني أنا هذا شغلي. مثلا واحد يجي بيحكيني على الرواية وينظر وكذا، بقول له أنت روائي؟ لا. بقول له أنت ناقد؟ لا. طيب أنا لي تجربة في الكتابة الروائية والكتابة النقدية فيما يتعلق بموضوع الرواية، أنت جاي تناقشني بشيء أنا مختص فيه، مش لأنه أنا أستاذ في هذا الموضوع أو أطرح نفسي أستاذا في هذا الإطار. فكنت أحاول دائما يعني ألاقي أنه أيا يكن الموضوع أو تخصص، تاريخ، دين، فلسفة، شو ما كان المهم، يعني أحاول أن أطرح فكرتي بالقاموس أو وفق مقتضيات التخصص الآخر، بشو بيفهم هذا الآخر المعترض على أفكاري، بيفهم بالتاريخ بناقشه بالتاريخ، بيفهم في الدين بناقشه في الدين، بيفهم في الموضوع تجارب البلدان، بلجيكا، سويسرا، ألمانيا، روسيا، فرنسا، تاريخ السوري، تاريخ المنطقة، بشو يعني هو شاطر لحتى أناقشه بتخصصه. فكان يفهم من ذلك على أنني عصبي وقومي وانفصالي، وكان يوصلني كلام يعني من خارج الغرف، كان بيوصلني يعني الوشوشات التي تقال عني من قبل الشركاء، اللي أفكاري وانتقاداتي يعني ما كانت على هواهم، وتضعهم في زاوية وفي مأزق، تضعهم في مأزق الدفاع عن أفكار بسند وبرهان قوي ورصين وموثق. هو مأزق المحاججة هون كان بيخليهم إما ضمن الغرفة يبدو ردود أفعال متشنجة، أو خارج الغرفة على صعيد الوشوشات والنقاشات الجانبية يطلقوا أوصاف يعني انفصالي، قومي، متطرف، ما بعرف شو من هالقصص. واستمريت في هذا الموضوع، يعني أنا لم أكترث بالمسألة ومضيت إلى المؤتمر، وتحت بعض الأصدقاء يعني الكرد وحتى العرب يعني قالوا لي أنه ياريت ترشح نفسك للأمانة العامة. أنا أصلا الشأن السياسي بكتب في السياسي،
بس لا أميل للخوض في العمل السياسي، لأنه بعرف أنه هذا العمل السياسي في الواقع السوري بشكل أو بآخر صار عندنا هيك موقف مسبق، يعني مع الأسف أنه ملوث استباق، لأنه شفنا كتير في هذا الخصوص. فأنا كنت متحفظ على يعني الواحد يشوف اللقاء الديمقراطي كيف بيتطور، كيف يغري الأفراد والكيانات أنه ينتسبوا لهذا وبعدين يقرر يشارك بالعملية الانتخابية، لكن تحت ثقة أو ضغط أو سموها ما شئتم بعض الأصدقاء من الكرد والعرب، رشحت نفسي لعضوية الأمانة العامة في اللقاء الديمقراطي السوري. رحت على برلين طبعا وفق التعليمات والتوجيهات عشان الناس تكون بالصورة، نفقات السفر والإقامة وكل هاي التفاصيل يتحملها الشخص اللي رايحين على المؤتمر، اللي عنده يعني هم وطني هم ديمقراطي ما راح يكترث يعني ب 300 400 اورو 500 اورو تكون مصفوف الفتره اللي راح يبقى فيها في 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 برلين، ما راح يهتم بهالموضوع اذا كان بالفعل هو الهاجر، واللي وضعه المادي او الامور الماديه لا تسنح له بيشوف انه موضوع هدر او كذا ممكن ان يشارك بالزوم. فكان في الخيارين، انا شاركت الخيار الاول، الخيار المشاركه الفعليه المباشره في المؤتمر. طبعا انا لما رشحت حالي كنت بعرف انه يعني احتمالات الخساره كبيره لجملة من الأسباب. أولا لعدم نضوج الوعي الوطني السوري، اللي يعني ابن الدرعة اللي بيشوف ابن الحسكة يمثله سواء كان كردي أو عربي أو سرياني، ابن حمص بيشوف ابن الحسكة يمثله سواء كان كردي أو سرياني أو آشوري أو كذا. هل إن ابن الحسكة يشوف ابن درعة يمثله؟ هذا كمان يعني والعكس صحيح. يعني ضمن هالأجواء المسمومة في العشر سنوات الأخيرة وما قبلها من 50-60 سنة من حكم البعث، يعني وعم ننتقد الجانب الوطني وقصور في الوعي الوطني، أنا كنت واثق أنه قليل من العرب سيصوتون لي هو الشنق، لأنه يعني بيعرفوني، واللي ما رح يصوت لي ما رح يصوت لي مش لأنه ما بيعرفني، لا بيعرف هذا الشخص طريقة كلامه، طريقة تفكيره، أسلوبه التعامل مع القضايا الوطنية السورية ومنطقه في المحاججة، بيعرف وما رح يصوت بناء على معرفة. بالمحصلة ظهرت النتائج من ضمن 5 مرشحين أكراد، 1 من الكيانات محمد حسكو طلع، 4 مرشحين الأكراد المستقلين بالديمقراطية إن الصحيحة والنزيهة خسروا ما ولا حدا من الأكراد طلع. طبعا النتيجة كانت متوقعة بالنسبة لي، لكن ما كانت متوقعة بالنسبة لناس آخرين، وشافوا انه في يعني حسوا هيك، البعض حس انه الديمقراطية عرت هالكلام النظري عن الوطنية وعن الديمقراطية، وهيك وكأنه صار في اقصاء للأكراد بآلية ديمقراطية نزيهة وشفافة ولا غبار عليها. ما في حدا يحكي عن الانتخابات انه هي مش ديمقراطية، لا هي ديمقراطية، وانا قلت انه هي ديمقراطية نعم، وانا احترم هذه النتائج نعم، لكنها عادلة؟ لا مش عادلة. منصفة؟ لا ابدا. اذا الديمقراطية عندما
يتحكم بها أو تتحكم بها ذهنيات شمولية، يعني ما راح تكون عادلة، ما راح تكون منصفة، ما راح تكون موضوعية ومتوازنة. مين؟ الديمقراطية. الديمقراطية مع انعدام الحس الوطني، الوعي الوطني اللي بيطلع من خارج البيئة، بيطلع من خارج البيئة المناطقية هي. هذا الوعي الوطني اللي بيشوف كل سوريا، كل التفاصيل تخصه، يعني بهذا التنوع الغني والثري. هذا هو الوعي الوطني. إذا ما كان موجود، الديمقراطية ما رح تنفع. الديمقراطية أتت بهتلر لاستلام السلطة في ألمانيا، مش بانقلاب عسكري. الديمقراطية أتت بحماس. الديمقراطية أتت بالأخوان للسلطة في مصر. الديمقراطية نفس آليات الديمقراطية وانتخابات واستفتاءات. حزب العدالة والتنمية قلب الدولة من دولة علمانية منقوصة إلى دولة إسلامية، والعلمانية صار ديكور وشكل. يعني التيار الإسلامي في تركيا استولى على الجيش، على الأمن، على المؤسسات، على كل تفاصيل ومفاتيح الدولة بأساليب ديمقراطية. غير النظام البرلماني إلى نظام رئاسي، كل هالتفاصيل اللي أنتم بتعرفوها بآليات ديمقراطية ما في حدا يشك فيها. لكن هل هي ماذا فعلت الديمقراطية في تركيا؟ عززت سلطة الفرد، عززت سلطة الحزب، عززت سلطة الطائفة، عززت سيف الدين على المسلط على رقبة الدولة. هي هي ديمقراطية؟ هي ديمقراطية طبعا. لهذا السبب أنا قلت أنه أحترم نتائج الديمقراطية اللي ما انتخبوا الأكراد، لكن هي مش عادلة ومعيبة، ولازم تخجلوا منها، تخجلوا من هاي الديمقراطية. المشكلة مش في الديمقراطية، المشكلة لأنه ما عندنا بشر ديمقراطيين. في ممكن أن لمجموعة من الناس أن يستخدموا ديمقراطية، لكن ما في ديمقراطيين. مجموعة من الناس بيحكوا كتير عن الوطنية، لكن في الأصل هن مش وطنيين. الاختبار الوطني للديمقراطية مش أنه يعني هلا بعض الناس رح يقولوا لأنه ما انتخبوا الأكراد. لا لا، مش هيك. يعني ما تنتخبوا الأكراد، انتخبوا السريان، انتخبوا التركمان. لا يعني خلاص مش مشكلة نكب الأكراد بالبحر. ما في أكراد في سوريا، نكبهم بالبحر. الوطنية تبعيدكم والديمقراطية الناجزة تبعيدكم، لازم تنتخب المكونات السورية الثانية. ما يكون يعني شو هاي الديمقراطية العادلة اللي بتعطي مثلا محافظة معينة نسبة يعني زيادة من عدد الموجودين في الهيئات، سواء الأمان العامة والهيئات أخرى في اللقاء الديمقراطي الوطني السوري. هاي يعني كل ما كنا نحذر منه في النقاشات الأولية فيما يتعلق بتجير الديمقراطية وآليات الديمقراطية لصالح الأغلبية، كل ما يعني كل التنبيهات والتحذيرات من مغبة السقوط في هكذا أمور مستقبلا في سوريا المستقبل، يعني تثبت الأمر من صحة ذلك في لقاء برلين. أنا يعني يؤسفني يعني الأكراد أو الكرد، يعني دائما نحن اللي بنمشي نحو الشريك الآخر ونحاول أن نقنعه أنه نحن وطنيين مثله، بنحب سوريا مثله، لكن هو لا يقتنع. شو شاف منا ما بعرف، شو شاف منا يعني. وكأنه الأكراد اللي كانوا يحكموا سوريا وأقصوا العرب، وكأنه الأكراد اللي كانوا بيحكموا سوريا وأقصوا السريان أنا ما بعرف شو شافوا من الكرد السوريين من مخاطر وكوارث
لحتى هيك حذرين جدا ولا يثقون بالكرد السوريين. يعني انا ما يعني ما بعرف، يعني في النقاشات الجانبيه كثيرين يعني من الاصدقاء كتاب شفتهم يعني ابدوا اسف على النتائج، واتمنى واعتقد انه اسف هذا كان حقيقي، مش يعني مجامله والقصص هي، لا بالفعل اسف كان حقيقي، لانه حريصين على الجانب الوطني، لانه في داخلهم في وعي بشر وطنيين سوريين حقيقيين، فكانوا يعني يحاولوا انه معليش وكذا ونحاول نوسع، يعني بيطرحوا افكار نوسع الأمانة العامة ونضيف أشخاص آخرين. أنا رديت يعني قلت بدون ما يعني أذكر الأسماء، راح يشوفوا هذا الفيديو، إنه الموضوع مش ترضية وتبويس لحى وتطيب خواطر، الموضوع الشريك الآخر لازم يشتغل على نفسه ويصير وطني، ما يشوف بعين الشك، ما بيطلع بعين الشك والريبة في الكردي وفي السرياني وفي التركماني. إن يا بعد 10 سنوات من هالخراب والدمار ومن كل هذه التنظيرات فيما يتعلق بالديمقراطية والوطنية، لكن يا أخي فاقد الشيء لا يعطيه، لو بالفعل في وعي وطني تام، لو بالفعل إنه البشر تغيرت لكننا شفنا يعني على في أضعف الإيمان، يعني يا أخي مش مشكل، يعني مثلا أحسن واحد كردي جاب 17 صوت اللي هو أنا، بعد 23 سنة خدمة، بعد 23 سنة في حقل الكتابة باللغة العربية والكردية وفي الصحافة العربية، بعض الموجودين في القاعة يا أخي نحن ما بنعرفك، ما بتعرفني، ما بتعرف وشنغوسي، قال لي هيك بكل ثقة، يعني ربما كلامه مظبوط، ربما هو شخص على الصعيد الشخصي ما بيعرفني يعني، لكن يا أخي أنا لا أجد تفسيرا، يعني أنتوا أعطوا التفسير إنه شنغ معروف في مصر، معروف في تونس، معروف في المغرب، معروف في فلسطين، معروف في الخليج عن ما يتعلق بالثقافة والكتابة وكذا. 10 سنوات أنا كنت عم بكتب في صحيفة الحياة بشكل منتظم، في شي حدا سوري في يوم من الأيام ما أرى مقال من مقالاتي؟ يا أخي ما بتعرفني، أنا رشحت نفسي للانتخابات وحطيت السي في وحطيت الصورة وحطيت البرنامج الانتخابي على مجموعة الواتساب، شو فيني أكتر من هيك ساوي؟ أنت المشكلة فيك، أنت غير مطلع، أنا غير مسؤول عن عدم إلمامك ودرايتك واطلاعك على الكرد السوريين وشو بيكتبوا، وما ما مش مشكلتي. فرديت عليه انه لا، الذين لم يصوتوا لي نص القاعة بتعرفني، اذا القاعة فيها 100 شخص يعني اضعف الايمان 40 إلى 50 شخص بيعرفوني، بدليل لما انا دخلت على القاعة الكل بيرحب، مش الكل، النص اللي بيعرفني أهلين ونحن فرحانين كتير إنه أنت موجود حتى قبل الانتخابات يعني. فمش معقول إنه ما بيعرفوني، 17 صوت يعني نخسر مش مشكلة، بس نخسر ب30 صوت، نخسر ب25 صوت، 17 صوت والأصوات ال17 إذا بنرجع الآن في أغلبهم يعني، ما بقول إنه يمكن لنفترض 5 أشخاص من العرب، لكن 12 صوت الثاني من الأكراد صوتوا لي هوشنغوسي، بيشوفون هوشنغ يمثلهم، يمثل تطلعاتهم. صار هيك نوع من النقاش وصار هيك محاولات من التهدئة والترضية، والموضوع مش هيك، موضوع مش يعني أنا أتمنى من الدكتور مروان خوري وحسان الأسود وصلاح وانلي
ويشوفوا سلوك الكرد. نحن تحملنا كل ما قيل عنا في المرحلة التمهيدية لتأسيس هذا الكيان، وما قيل في الوشوشات الجانبية داخل المؤتمر، والنتيجة اللي كانت انتكاسة فظيعة ومعيبة. نتائج الانتخابات كانت انتكاسة، ومش انتكاسة، عري للوعي الوطني، انه ما في وعي وطني، ما في وعي، في وعي وطني في البيئة العربية. بيئة العربية يعني ممكن يعني ابن حمص ينتخب ابن درعا، ابن درعا ينتخب ابن دير، ابن الدير ينتخب ابن الرقة، ممكن. لكن ما كان في هذا الدعم، انه يا اخي خلونا نكسر عين الاكراد وننتخبهم. مثلا من على الصعيد، يعني هذا مثال مش يعني نقطة اسجلها، لا، يعني على الصعيد الشعبي نقول يا اخي هاي اصوات ثلاث مرشحين اكراد، اربع مرشحين اكراد، الاربع يطلعوا. اربع مرشحين اكراد شو بدهم يساووا يعني ضمن 26 عضو اخر في الامانة العامة، في يعني في جل او كلهم عرب. حتى هدلون الاربعة، هي النسبة البسيطة يعني من الارقام، لنحطهم هيك يا اخي، نحطهم انتيك، نحطهم هيك منظر. ما في حتى في هالمستوى، يعني في مستوى التمثيل الكردي، بصراحة انا قلت الائتلاف الوطني حالة متقدمة على التحالف الوطني الديمقراطي او اللقاء الوطني الديمقراطي، مش لانه الاخوان ديمقراطيين وطنيين، لا، لانه الاكراد والمجلس الوطني الكردي فرض عليهم باتفاق، بموجب اتفاق وقعوا عليه، فرضوا التمثيل الكردي في هيئات الائتلاف، الائتلاف على عيوبه، على قبائحه، على علله، على جرائمه. فيما يتعلق بالتمثيل الكردي نظريا اطلع افضل، طلع افضل. في الكلمه يعني انا كان لي بس تعليق في غرفه الحوارات في المراحل التمهيديه، حكيت كثير، لكن في المؤتمر كان لي بس تعليق بعد اعلان النتائج. وأعتقد يعني أغلب الموجودين عرفوا، حاولت أنا أن أحكي من يعني أتناول الموضوع من منظور ثقافي اجتماعي ونفسي مش سياسي يعني. فصبحت على الموجودين في القاعة بالكردي وقلت يعني سأصبح عليكم باللغة الكردية روش باش، يعني صباح الخير. يعني هاي اللغة اللي يؤسفني أن أقول إنه أنتم أهملتوها. الشريك العربي، المواطن العربي، الأخ العربي، سواء كان من العوام أو من النخبة، مثقفين، كتاب، أدباء، كذا، ما صار عندهم هذا الهاجس انه يتعلموا، مستعدين يتعلموا اللغة الانجليزية في عمر 60 و70، بيجوا على اوروبا بيتعلموا الماني، فرنسي، هولندي، اي كل اللغات الموجودة وبسرعة، بحكم الضغط، بحكم الشغل، بحكم الاندماج، بحكم يعني مجبرين مكرهين او حبا بيتعلموا هاي اللغات. لكن ما فكروا في يوم من الأيام أنه يا أخي تعال نتعلم كردي. بيتعلموا تركي، بيتعلموا فارسي، بيتخصصوا، بياخدوا إجازات في اللغة، في الأدب التركي، في الأدب الفارسي، في الأدب، ما في حدا تخصص في الأدب السرياني، ما أنا ما شفت، وما في حدا تخصص في الأدب الكردي ضمن 20-30 مليون سوري. خلي يجي واحد يقول لي أنا من درعا، أو أنا من حمص، أو أنا من اللاذقية، أو أنا من حلب اللي فيه خليط يعني، أو من الحسكة،
أو من الرقة، اللي نحن جيران، اللي نحن والأخوة العرب، يجي واحد يقول لي أنا تخصصت بالأدب الكردي وباللغة الكردية وهي أطروحتي، الجامعات السورية ترفض. على زمن البعث الأب الأسد الأب والأسد الابن تقديم أطروحات تتناول الأدب الكردي وما إلى ذلك، لكن أنا قدمت في الجامعات المصرية أو في الجامعة اللبنانية أو في جامعة أوروبية ونلت درجة الماستر أو الدكتوراه في الأدب الكردي. ما في، أنا هذا الكلام يعني قلت في الجلسة الصباحية مع بعض الإضافات حاليا يعني عم أضيف، كانوا موجودين، اتجهت للمنصة الموجودين في القاعة يعني، ويعني قلت أنه المجلس السوري للتغيير، الكل يتحدث عن التغيير، أنا شخص ألماني لكن أحترم كل الأديان، وفيما يتعلق بموضوع التغيير سندي وبرهاني وبوصلتي فيما يتعلق بموضوع التغيير هو قول الله تعالى: قل لن يغير الله ما بقوم ما لم يغيروا ما بأنفسهم. يعني تغير الأنفس يا مجلس السوري للتغيير، انت شو غيرت بأنفس الأعضاء الموجودين فيك في هذا المجلس، الأعضاء المنتسبين الموجودين في هذا المجلس؟ شي مرة فكروا يعملوا كورس؟ هاي التيارات المعارضة السورية العلمانية الليبرالية الكذا الكذا، شي مرة فكرت تعمل كورس عن الأدب الكردي، عن اللغة الكردية، تعمل محاضرة ندوي عن الأدب الكردي؟ ما في. في هذا الإطار وبهذا الخصوص يعني كل التقدير والشكر والاحترام للدكتور يوسف سلامي. الدكتور يوسف سلامي رئيس تحرير مجلة قلمون، يعني عمل اشتغل واجتهد في هذا الخصوص بشكل يعني كتير كبير، عمل ملف في خصص ملفات في مجلة قلمون على الواقع الكردي أدبيا ثقافيا سياسيا كل التفاصيل. تلك الملفات المنشورة في مجلة قلمون، إذا المجلس السوري للتغيير أو الكيانات الموجودة في اللقاء الديمقراطي السوري إذا اطلعت على تلك الملفات، كافية أن تؤسس لديهم فهما ولو يعني أساسيا لوعي وطني وأسلوب وتعاطي وطني مع الكردي في سوريا. فله مني دكتور يوسف سلامي كل التقدير، كل المحبة، كل الاحترام، بوصفه قامة وطنية، قامة ديمقراطية، وعي ينتج بهي المحاولات البحثية الثقافية. هذا الشخص يعني بالنسبة لي قامة وطنية ديمقراطية، وحتى إذا بنرجع على هويته بنلاقي في هويته السورية تتداخل هويات أخرى، تدخل الهوية الفلسطينية وتدخل الهوية الدينية المسيحية، وهو شخص علماني يعني والهوية السورية والثقافة الغربية بحكم أنه هو الدكتوراه التخصص تبعه في الثقافة الغربية، أخذ الدكتوراه من جامعة لوفن هون في بلجيكا. هذا الشخص يمكنني، هو يمثلني، أنا بعرف أنه رح يدافع عن حقوق الأكراد مثل الكردي وربما أكثر، لأنه شخص وطني، لأنه شخص ديمقراطي، لأنه شخص بيشوف بعقله وبقلبه مأساة ومشاكل ويحاول أن يستشرف أو يلتمس حلولا للواقع المتنوع في سوريا. ف يعني احد يعني حتى على مستوى النقاشات يعني سؤال مدرسي يعني طرحت على البعض انه انت مثلا شو بتعرف عن الثقافه الكرديه، شو بتعرف عن اللغه الكرديه، شو مدى اطلاعك يعني كزعيم سياسي، زعيم تكتل سياسي سوري،
أنت شو بتعرف عن الأدب السرياني أو الأدب التركماني أو الأدب الأرمني داخل سوريا؟ إلك إلمام بهذا الخصوص؟ يعني السياسي مش بالضرورة أن يكون ضليع للثقافات السورية، لكن يعني يكون عنده الحد الأدنى من الاطلاع والدراية، لما بيحكي بموضوع معين يكون يعني، أو لما حدا يحكي له عن شيء معين بيكون بيفهم الموضوع، ما لي إيده منه على في أضعف الإيمان يعني. فسؤال مدرسي يعني، إذا هلا بتطرح بجيب يمكن على مين، يمكن على الدكتور مروان خوري أو آخرين ما عاد أتذكر، إنه عدد لي أسماء أربع شعراء أكراد، من الأسئلة البسيطة كذا ما بيعرف، يمكن يخطر بباله اسم أو اثنين، يمكن يوصل لثلاثة، يمكن الرابع ما رح ينسى، يعني ما رح يذكره على الصعيد النظري. فحكيت يعني في الكلمة الصباحية إنه الديمقراطية ربما تكون نزيهة، وهي يفترض أن تكون نزيهة، لكن إذا صارت ديمقراطية في يد ذهنيات شمولية تتحول إلى سلاح، وسلاح مؤذي ومخيب. يعني كما ذكرت أنه الديمقراطية أتت بتنظيمات شمولية إلى السلطة، يعني مش صناديق البارود أتت بهتلر للسلطة في ألمانيا، صناديق الاقتراع، مش صناديق البارود أتت بحماس إلى السلطة، صناديق الاقتراع. والآن يعني إذا ترشح حزب العمال الكردستاني في المناطق الكردية، مش صناديق البارود راح تأتي بهذا الحزب العسكري المتطرف والمتشنج وكل شيء، هي صناديق الاقتراع راح تأتي به. ونظام الأسد لما كان بيحكي عن الانتخابات وكذا كان مالي إيده، إذا صارت انتخابات ربما الناس تصوت بطريقة ديمقراطية لبشار أسد مجرم الحرب. فالديمقراطية ينبغي أن تكون محصنة. ذكرت في التعليق يعني عبارة عن بضعة دقائق، البعض يعني امطعت، وفي منهم اجوا يعني شو عم تلوي ذراعنا انه نحن ما تعلمنا اللغة الكردية ونحن كذا يعني انا لا ما اعمم، والان ايضا لا اعمم، انا طرحت يعني من الافتراضات الموجودة. بتجي بتسألني يا وشنك انت شو بتعرف عن الأدب السرياني، يعني بحاول أحكي شوي عن الأدب التركماني، كمان بحاول أحكي شوي عن الأدب الأرمني، نفس القصة عن الأدب العربي، كمان حتى عن الأدب الكردي نفس القصة. يعني ما عندي هاي الأرض البور الصحراء القفرة إنه ما أكون مطلع على تفاصيل بلدي وثقافات بلدي ولغات بلدي، ما يعني غريب. بالمحصلة يعني قد يتبادر للذهن، هل نرفض الديمقراطية؟ طبعا لا، لا بديل، لا خيار آخر عن لدينا عن الديمقراطية إلا الديمقراطية. الديمقراطية أولا وأخيرا، لكن ديمقراطية تنتج العدالة، تكون منصفة على الأقل في المراحل الانتقالية. لما كنا نطرح موضوع الكوتا فيما يتعلق بالأكراد كنا نحذر من مغبة النتائج هي، أنه الأكراد ما يكونوا موجودين، أنه الأكراد يتم إقصاؤهم، ما في ضمانات مستقبلا كمان بعملية انتخابية نزية وديمقراطية يتم إقصاء المكون اللي يعني يتعرض للاستهداف، ما في ضمانات. يجب أن يكون هنالك ضمانات ولو في المرحلة الانتقالية، شو بتسموها، سموها كوتا، شو بتسموها، تحفظ حقوق التركمان، حقوق الأرمن، حقوق الشركس، حقوق الأكراد، كل هاي المكونات ينبغي أن تكون مصانة ومحترمة وموجودة وفاعلة ومؤثرة في صناعة القرار. هل الأكراد ما لهم دور في أي قرار يتخذه
اللقاء الديمقراطي السوري أو التحالف الديمقراطي السوري، ما عندهم شخص واحد بالزور. يعني الأخ محمد حسكو نجح في الانتخابات، أي قرار الأكراد لا يتحملون مسؤولية قرارات اللقاء الديمقراطي لأنه أصلا مش موجودين، مش ممثلين بطريقة ديمقراطية نزيهة، مش موجودين في هذا الكيان الجديد الليبرالي العلماني الديمقراطي. يعني العلمانية والديمقراطية والليبرالية السورية أثبتت أنه كتير عادلة ب يعني عدم حضور أو عدم وجود الأكراد ضمن هذا الجسم. إذن ما العمل؟ هل نتخلى على اللقاء الديمقراطي؟ لا لا، ويسمعها الأكراد مني قبل العرب، لا. أنا بالنسبة لي يعني الخيار الموجود حاليا هو اللقاء الديمقراطي الوطني، على أمل أنه يتطوروا، على أمل أنه يشتغلوا على حالهم، على أمل أنه يفعلوا الجانب الوطني والجانب الديمقراطي ويغيروا في أنفسهم ويغيروا في سيكولوجية أعضاءهم والمنتسبين إليهم. كيف رح يغيروا إذا ما في حالة توعية ثقافية، ما في تنمية بشرية فيما يتعلق بالوعي ضمن أعضاء هاي الكيانات؟ أنا قلتها هناك يعني في برلين إنه المشكلة مشكلة وعي. إذا في وعي الديمقراطية ستكون على السكة الوطنية الصحيحة، إذا ما في وعي في منطق الأغلبية والأقلية وكذا وهالمكاسرات، الديمقراطية ستتحول إلى الطاولة وإلى صراع وإلى منصة للمكاسرة، والأغلبية ستغلب. أنت مهما تكون أقلية ولا حجتك قوية، الأغلبية ستغلبك بأصواتها وبطريقة ديمقراطية. مهما تكون صاحب حق وعلى حق، لا، الأغلبية بطريقة ديمقراطية بإمكانها أن تطيح بك. هذا اللي أنا كنت يعني أخشى منه وحذرت منه وتبين. كيف هن يحصنوا العملية الديمقراطية؟ كيف هن يتغيروا؟ نحن كيف يعني هلا شو بدنا نتغير؟ يعني سقف المطالب الكردية وعم نتنازل، المطالب الكردية في سوريا عم يعني وفق الميثاق العالمي لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية، سقف المطالب الكردية ينبغي أن يكون عالي جدا وعم نتنازل. يا أخي الآن المواطن الشريك العربي وصار في نقاشات أنه لا، الأكراد في منطقة الجزيرة مش أغلبية، لا الأكراد كل المهاجرين، لا الأكراد كلهم ما بعرف. حبيبي إذا الأكراد مهاجرين، ما أنت بتعتبر ديار بكر جزء من سوريا، ماردين جزء من سوريا، فأجوا من منطقة سوريا إلى منطقة سوريا، لنفترض جدلا أنه هني مهاجرين، لنفترض. أنت كنت يعني تقول سايكس بيكو واستعمار وكل هالمناطق هي وكليكيا أراضي سورية ومختصة بكذا، فأتوا من أرض سوريا إلى أرض سوريا، شو هذا؟ يعني هذا مش هجرة، هذا في حال كلامك طلع صحيح، يعني حجة مردودة وهشة ولا سند ولا يعني برهان عليها. طيب يعني كيف بده يعني يقنعني هذا الأخ والشريك الوطني السوري اللي بينفي الوجود التاريخي للأكراد في مناطق الجزيرة أو في سوريا، والأكراد موجودين في دمشق، والأكراد موجودين في الساحل السوري، وموجودين في درعا وفي فلسطين وفي الأردن وفي مصر. طيب هل يعقل الأكراد يكونوا موجودين في تلك المناطق بكثافة سكانية جيدة ويكونوا أقلية في المناطق اللي يفترض يكونوا فيها أغلبية وعلى تماس مع قبائل ومجتمعات وبيئات الأهلية في الشمال السوري؟ مجنون يحكي وعاقلي اسمع، لا يعني بمنطق عنزة ولو طارد بيجوا بيك ناقشوا، إيه لما بتجي بتحاججهم بيحسوا بالعجز وانفصالي،
لا عنده مشاريع قومية انفصالية، لا تشوفه هيك بيحكي باعتدال، لا لا لا، هذا عنده أجندة. ونظرة الشك والشبهة والإدانة والاتهام دائما موجودة، فهني اللي لازم يتغيروا، يشوفوا في العكراد وطنيين. هل نتخلى عن اللقاء الديمقراطي السوري رغم أن ديمقراطية هذا اللقاء لم تكن عادلة؟ لا، نحن لم نتخلى عن سوريا وهي ظلمتنا، نحن لم نتخلى عن سوريا وهي أنكرتنا، نحن لم نتخلى عن سوريا بنظامها السياسي وهي قمعت ثقافتنا ولغتنا وأدخلتنا السجون وقتلتنا تحت التعذيب وسوت ما سوت فينا قبل 2011 وبعد 2011. كيف سنتخلى عن مروان خوري وحسان الأسود وبقية الموجودين في اللقاء الديمقراطي؟ لا، يعني الأكراد في سوريا أسبق، مش في الاتهام، يعني مش في قوس الاتهام لحتى يثبتوا وطنيتهم، لا لا، الأخوة الآخرين بحاجة إلى أن يثبتوا أنه هن وطنيين. الآن مسؤولية اللقاء الوطني الديمقراطي مسؤولية الأستاذ دكتور مروان خوري وفريق العمل ضمن التحالف الديمقراطي أو اللقاء الديمقراطي كبيرة، وكبيرة جدا إن كانوا يعون حجم هاي المسؤولية. شو هي هاي المسؤولية؟ الدفاع عن حقوق الأكراد في غياب الكرد، الدفاع عن حقوق التركمان في غياب التركمان، الدفاع عن حقوق الأرمن والسريان والشركة والشيشان في غياب هؤلاء، في غياب التمثيل، تمثيل هؤلاء في اللقاء الديمقراطي. هون بتصير الوطنية، وطنية اللقاء على المحك، وطنية التحالف الوطني الديمقراطي وديمقراطية هذا التحالف، إنك تدافع عن مكون وطني جزء من المجتمع السوري، كأنك تدافع عن سوريا بأكملها. هون الامتحان الوطني والديمقراطي لهذا الكيان، أنه يدافع عن حقوق وهوية هذه المكونات القومية والطائفية والدينية في الدستور السوري. أي دستور سوري؟ أي ينبغي أن يعني هالكيان يعتبر نفسه الممثل الحقيقي لكل هذا التنوع قولا وفعلا، والفعل قبل القول. ونشوف شو راح يطلع، يعني من هل فعلا سيكونون على مستوى التحديات؟ أأمل ذلك. هل سيكونوا على يعني مستوى الطموح والأمل المعقود عليهم؟ أأمل ذلك. وقد أوضحت يعني في هال الكلام بعض الإشارات كيف يمكنهم أن يؤكدوا للكرد أنه هن وطنيين، مش الكرد يؤكدوا أنه هن وطنيين، لا، ويبطلوا هالقصص. يعني ما بيعرفوا غير عن الكرد غير قسد والبي كي كي والبيادة وكذا، هالكلام اللي أنا سمعته هني وبسمعه على طول، يعني هذا الكلام المكرر الببغاء يبطلوه. الأكراد موجودين وسيبقوا موجودين قبل البي كي كي وبعد البي كي كي، قبل اللقاء الديمقراطي وبعد اللقاء الديمقراطي، قبل نظام البعث وبعد نظام البعث. الأكراد أصحاب هاي الأرض، الأكراد موجودين مثل العرب، مثل السريان، مثل الأرمن، سوريون أقحاح حقيقيون، ما حدا يجي يزاود عليهم. أنت بإمكانك تحمش الأكراد، بإمكانك تقصي الأكراد، بس يعني يستحيل عليك أنك تشكك بوطنية الأكراد. في كل يعني هذا الحضور الكردي في ملتقى برلين كان درس لازم يجوا ويشوفوا كيف الأكراد كانوا بيطلعوا وبيحكوا بيقولوا كلامهم وكذا، وبيجوا بيقعدوا على المنصة وما بيعملوا يعني لن نقبل ونرفض ونشجب وندين من القصص هاي.
ما حدا من الأكراد طلع وحكى أنا الناشط الثوري أنا ما بعرف شو، ما حدا بهدوء وبروية وبتوازن وبموضوعية حكانا، حدا يجي يسجل. لكن المشكل في الطرف الآخر، أنا متأكد وأنا مستعد للمناظرة في هذا الخصوص، أيا من قادة الكيان الجديد، في حال بده نفتح مجال للحوار وللمناظرة فيما يتعلق بتطوير هذا الكيان، آليات تطوير هذا الكيان، أنا جاهز، أنا عضو في هذا، لم أقدم استقالتي، ولم يعني ولن أقدم استقالتي إلا عندما أتبين أنه لا يعني خلاص صار لازم ننفض إيدنا من اللقاء الديمقراطي، نمنح فرصة لهذا اللقاء، لهذا الكيان، لهذا التحالف أنه يكون ديمقراطي، نمنحه فرصة ليثبت لنا بأنه وطني. كيف؟ عندما يدافع عن حقوق الكرد والسريان والعلويين والدروز والشركس والشيشان بشكل وكأنه بالفعل هذا الكيان يمثل كل الطيف الوطني السوري المتنوع والغني والثري، قوميا دينيا طائفيا. أكتفي بذلك، على أمل اللقاء بكم في موضوع آخر. دمتم بخير.